داخل كلية التربية الرياضية نلتقي مع دكتور أحمد عمر فاروق الشيخ، نتعرف معه على مسيرته الرياضية وإنجازاته التي حققها في المرحلة القادمة، المراحل السابقة والمرحلة القادمة إن شاء الله. تعرف أن ساعتك يا فندم عن أهم الإنجازات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عمر فاروق الشيخ، أستاذ مساعد قسم قسم المنازلات والرياضات المائية هنا في كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية. الحمد لله أنا حكم دولي كاراتيه في مجال الكاتا والكوميتيه، أخذت الشارة الدولية من سنة 2013 في أسبانيا، وتوالت بعد كده الدرجات بتاعتي الحمد لله في الفترات اللي فاتت كلها، كل سنة بنحضر بطولة العالم. اللي عاوز أقوله إن الحمد لله هنا من جامعة المنوفية إحنا طلعنا من ساعة ما كنا طلبة في كلية التربية في السادات، ما ننساش طبعا فضل الكلية علينا. جينا كملنا مسيرتنا هنا في كلية شمين الكوم، كله كان في أحضان جامعة المنوفية. من هنا بنوجه رسالة شكر كبيرة جدا للأستاذ الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة على معونته لينا وتبنيه لينا ومساعدته لينا، وبوجه رسالة شكر كبيرة جدا للأستاذ الدكتور إبراهيم غريب عميد الكلية على إن هو أتاح لنا الفرصة اللي احنا نقدر نوفق بين شغلنا في الكلية هنا وبين نشاطنا الخارجي اللي هو امتداد لتخصصنا في الكلية، اللي هم منا جزيل الشكر للدكتور بلال ويتويت رئيس القسم. بصراحة الحمد لله احنا أسرة الكلية هنا أسرة متعاونة جدا، بنحب الحمد لله الخير لبعضنا كلنا، ونتمنى إن شاء الله نوصل لأعلى التقديرات بإذن الله على مستوى كلية التربية الرياضية. كان هناك رحلة مؤخرا لحضرتك حققت فيها إنجاز مهم، يعني عايزين نتعرف مع المشاهد على أهم هذه ملامح هذه الرحلة. من أسبوع بالظبط كنت لسه واصل من رحلة الحمد لله زرت فيها 4 دول في أوروبا، كانت جايه لي من دعوه من نادي احد الانديه في فيينا النمسا. الحمد لله زرت فيها المانيا، حضرت بطوله كبيره جدا الحمد لله 11 ملعب، كانت بطوله اروازا كاب، وبعد كده حكمت بطوله جمهوريه النمسا، وزرت فيها التشيك، وزرت براتسلافا في سلوفاكيا. الحمد لله فضل ربنا اللي نحب نقوله برضو ان الحاجه اللي بسطتني جدا ان كل ما نروح اي مكان هناك ويعرفوا ان انت حكم مصري او كنت بتلعب في مصر، الناس قد ايه بره عارفين قيمه مصر بالكاراتيه، وعارفين ان احنا الحمد لله الترتيب بتاعنا ترتيب عالمي، وميدالياتنا على اعلى مستوى الحمد لله. يمكن احنا بنصنف عالميا الفترات الاخيره بعد اليابان اللي هي مؤسسه اللعبه، واحنا دلوقتي في صدد ان احنا بنستعد للاولمبيات 2020، بنسعى بكل قوانا ان احنا نجهز لاعبتنا ونشارك وناخد البوينتس بتاعتنا بحيث نوصل للاولمبياد. الحمد لله الرحله كانت مثمره جدا، تعرفت فيها على ناس كويسين جدا في المجال، واعطيت محاضرات وندوات للكثير من المدربين الاجانب، اشادوا الحمد لله بالشغل المصري بفضل ربنا. ومش عايز اقول حاجه، ان في كل بلد بنروحها او كل نادي رحناه الانديه، انا عن نفسي جالي 3-4 أندية محتاجين ان هم يعملوا معسكرات هنا في مصر، طلبوا مني الكلام دوت، وهيدفعوا كل التكلفه وكل المصاريف علشان خاطر يقدروا يشاركوا ويحتكوا بلعيبه مصر. منتخب النمسا برضو طلب نفس الطلب، محتاجين ان هم يجوا يشاركوا ويستعينوا بلعيبه مصر ويعملوا معاها احتكاكات. فده كان بيدل على مدى تفوق الحمد لله اللاعب المصري في الكاراتيه، وانجازات الاتحاد المصري للكاراتيه متمثل في شخص الكابتن محمد الظهراوي رئيس الاتحاد، اللي عامل ما شاء الله جهد وعطاء كبير جدا جدا جدا، بتمنى له التوفيق. وان شاء الله نستعد للاولمبيات 2020 ان شاء الله بمفاجاه كبيره فيها باذن الله. برضو والشكر موصول لجنه الحكام المصريه، الحمد لله لجنه الحكام المصريه تعد من اقوى اللجان العربيه، وكمان في وسط اللجان الدوليه ما شاء الله عندنا مجموعه من الحكام الدوليين متميزين جدا 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 باشاده معظم دول العالم. بشكر الاستاذ الدكتور عماد السرسي رئيس لجنه حكام مصر ورئيس لجنه حكام العرب، وشرف لينا ان يكون احد اساتذتنا في مصر هنا رئيس لجنه حكام دول العرب جميعا، فده فضل من ربنا. وطبعا دكتور عماد استاذنا وهو اللي معلمنا الكاراتيه وهو اللي حطينا على اول خط بتاع التحكيم، فله منا جزيل الشكر.